هو صاحب المشروع اصلا مش صح. هو المفروض كنا فضلنا زينا زي الدول اللي هي خدت تضامن على ال في اسباب طبعا انا ما اعرفهاش اكيد، يعني بسبب الاتصال اللي هو طبعا الاتصالات اللي حصلت اكيد في اسباب تانية يعني، بس عشان ايه ما اعرفش. مصر ما بتلحسش الكلام اللي بتقوله، قرار قرار ده قرار. مصر ما بتقول قرار ما بترجعش فيه تاني، واللي قال القرار ده اساسا يعني انسان عنده مبدا، وعلى الاقل يعني مستحمل كتير جوه مصر وهيستحمل كتير قدام قراراته ده السيسي. انا شايف ان مصر يعني هي نسيت دورها العربي، تمام، ان هي تبقى هي متقدمه في العرب، ان هي تبقى هي اللي قدمت المشروع اساسا، بعد كده هي اللي سحبته بعد كده وهي اللي مقدماه من اساسه. كان ممكن ان هي تبقى يعني على اقلها تبقى هي بين العالم، ان هي الريد في العرب، تمام. بس بعد كده لما سحبت الموضوع تاني هي بنت شكلها وحش من العرب. بعد كده ان الدول اصلا اللي قدمت المشروع مش ولا مسلمين ولا دول عربيه، فاحنا كعرب احنا شكلنا وحش، واحنا كمصريين احنا شكلنا وحش، مش حد تاني، احنا اللي كسفنا نفسنا بنفسنا بس، واحنا اللي ضيع باللي احنا عملناه، احنا اللي بنضيع القضيه اكتر ما احنا كنا مضيعين القضيه الفلسطينيه، احنا بنضيع القضيه الفلسطينيه تاني. والله هو اصلا الموقف المصري اساسا موقف مغزي، يعني موقف اساسا يعني كنا زمان اسمها دوله صيدا، يعني لينا كلمه في العالم كله، دلوقتي ما لناش كلمه ولينا، لان احنا دوله اصلا متدمره، دوله ما لناش دوله، حكايه عساكر، عساكر بتعمل لمصلحه الكيان الصهيوني. ما تقوليش بقى البلد دي اصلا بحكم العسكر ده احنا مش هنشوفه خير ابدا. ثم هم قاعدين على البلد دي احنا مش هنشوف خير، احنا ميتين مع كوفي التنفيذ. يعني صدقيني كل الناس عاوزه تهرب، يعني حتى ابني عاوز يسيب البلد ويمشي، كل الناس عاوزه تمشي. احنا تعبنا، تعبنا البلد دي، لان يعني الحكامه ما بيحبش البلد دي. الحكامه ده بيشتغل لصالح اسرائيل ماشي والكيان الصهيوني بس. بدون اسباب واضحه يعني، فده شيء مش ايجابي يعني. المفروض احنا بنشارك في منع حاجه زي كده او منع عدوان، سواء في فلسطين او سواء في سوريا، فانسحابنا ده مش شيء ملوش يعني مبرر قوي او ملوش سبب واضح، انا مش مقتنع بيه يعني. بس ما برضه مش متاكد، ملوش علاقه، ما اتقالش انه ليه علاقه بمكالمه ترامب مع سيسي، ممكن يكون في اسباب تانية لسه ما اتطرحتش ولسه ما نعرفهاش.